حالك، متعرف عليك أخي. عليك السلام، عليك الكريم. أنا اسمي عدنان حميدي، مهندس ميكانيك، اشتغل بمجال الليزر بشركة اسمها سوبر ليزر. ضمن اختصاصك أنت كمهندس، بتحكي لنا شيء عن هل الماكينات الضخمه اللي عم تصير، بحيث انه عم توفر على اليد العامله وعم توفر كذا والسرعه والجوده. تحكي لنا عن شغلك بشكل عام. هلا هو بشكل عام يعني مجال العمل بمجال الليزر بشكل عام، خلينا نقول التحكم بواسطه الكمبيوتر، هو مجال السي ان سي، مجال كتير يعني بيسهل عمليه الانتاج و بوفر يد عاملة، وبنفس الوقت بيعطي يعني عدد كميات من المنتجات بشكل بوقت قصير. يعني يعني هلا انا اختصرت يد عاملة واختصرت وقت كمان. بالضبط، يعني هم انه عم تختصر انت يد عاملة، هم عم تاخذ انت منتجات بدقة عالية، وبنفس الوقت منتجات بكميات كبيرة. بالضبط هيك. طيب تحكي لنا عن بعض الشغلات الموجودة رقمها هناك، كيف تتصنع وما هي البساطة فيها؟ هلأ احنا بالنسبة لمجال عملنا بهالشركة، هي شركة سوبر ليزر، بنصلح احنا منتجات ان كانت اسطح المستوية يعني صاج او حتى البروفيل والاسطح الدورانية، مثلا البواري والبروفيلات وهالقصص هي كلياتها بشكل بحسب التصميمات الموجودة يعني او المختارة من قبل المصممين بهالوضع. تشرح لنا شوي عن هدول الشغلات الموجودة يعني قدامنا. هلأ مثل ما ذكرت لك، يعني نحن بمجال عملنا نحن عنا أصبة وارد مثلا بهالترتيب هاد، طبعا بسماكات مختلفة، طبعا هي ضمن حدود الماكسيمو للماكينة، يعني كل ماكينات لها مواصفات معينة. على سبيل المثال نحن عنا الماكينات مثلا الليزر الموجودة بتقص حتى السماكات العشرين ميلي، طبعا في بعض الماكينات الثانية بتقص سماكات بشكل أكبر، طبعا حسب كل ماكينة هي ومواصفاتها. لحنا مثلا بنقص بواري بوري بهالشكل هاد بأشكال معينة، كمان وبروفيل كمان كذلك الأمر بأشكال معينة مستقيمة. بالضبط، هو بيجي الشكل هو بروفيل يعني مربع بهالشكل هذا، وهي الحالة وبعدين بسبب. من خلال العمل على الماكينة لحنا بنقدر نحن نطالع هالشكل هذا الموجود امامنا. هي هلا كلمه ليزر من يعني من هي كهرباء غاز شو الليزر اللي عم يقص هذا الشيء؟ شيء القوه الخارقه اللي عم تقص هلا هو بشكل عام قبل ما تنوجد ماكينات الليزر كان في شيء اسمه اللي احنا كنا نسميه بحلب مثلا قص الشريمون. قص الشريمون هو بيعتمد على الغاز ويعتمد على الاكسجين. تمام. فهو من خلال المادتين هذول الغاز والأكسجين الغازين بصير عملية القص. هالشي هذا تطور بشكل تكنولوجي، صار شيء تحكم عن طريق الكمبيوتر، ولكن هو المبدأ مبدأ واحد يعني هيك بيكون. هلأ مثلا احنا عندنا هون منقص بغاز تاني بنقول له غاز الأزوت. غاز الأزوت هاي للمواد الغذائية للقص الكروم بيعطي طبقة نظيفة، هي الطبقة بتمنع من التكلس أو الصدأ بالنسبة للي عم يشتغل بمجال أو للي عم يقص عنا بمجال الأغذية. بالضبط صحية أكتر يعني. بالضبط بتكون صحية أكتر، لأنه يعني بمنع التأكسد بيمنع الصدأ عن الكروم. والشركات اللي بتتعامل معها من جميع الجنسيات اللي حصرها مثلا سوريين ولا؟ يعني الحمد لله فضل رب العالمين، يعني نحن هون بتواصل منفتحين على الكل، يعني نحن في عنا مثلا عالم بإمكان بالمجتمع المحلي بتركيا إن كانوا أتراك أو حتى المجتمع الوافد الموجودين مثلا من السوريين، أو حتى نحن يعني من خلال تأسيس الشركة ما صار لسنتين، يعني الحمد لله انطلاقة كانت كتير حلوة وكويسة، وإن شاء الله يعني متمقول النجاح والخير لقدام أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيك ألف عافية. الله يعطيك. شكرا. هون هلأ لحنا مثل ما ذكرنا من سابقا إنه الماكينة لحنا اللي عنا هون قص قسمين، إن كان عنا الأسطح المستوية الصاج بهالترتيب هذا هيك، أو بوري أو بروفي، يعني اللي احنا بنعتبرها ماكينتين في ماكينة. حلو. هلا حاليا بالوقت الحالي الماكينة وضع القص الأسطح المستوية،
نحن بنقول لهم الصاج يعني السماكات كلها كهربائية 100% بالضبط، هي بتشتغل لحالها، بتحط التصميم بتشتغل لحالها بالضبط. نحن هلا هون بنجي من بعد ما انه نحن صممنا واخذنا التصميم بالقياسات والشكل المطلوب، ادخلنا التصميم للماكينة، قراءة البيانات، طلع هي الكمبيوتر بالماكينة، من خلال نحن الكمبيوتر بالماكينة نتحكم ببعض البارامترات اللي احنا بنقولها، بحيث نعطي الأوامر أو المعايرة إن كان للرأس وإن كان للسماكات اللي احنا عم نقصها، ومن بعدها احنا نعطي تشغيل، فتصير تشغيل للماكينة بشكل أوتوماتيكي يعني. هدول الأبواب مش هلا هالأبواب هي نحن بنقول له شاصية للماكينة يعني للحماية من مثلا العوامل الجوية. هلا هي القياسات الستاندر ان الماكينة هون مثلا تاخذ طول لوح الصاج طول 3 امتار وعرض 150 يعني متر ونص يعني، والبروفيل حد 6 امتار. طبعا هي القياسات تجي ستاندر عالمية، بعض الماكينات بتلاقيها ممكن اكبر، بس بعد نحن بتصير هذيك الماكينات بلازما يعني تاخذ مثلا الواح مترين باربع امتار، بس بشكل عام يعني اكثر القياسات اللي بتاخذها بالمتر ونص بثلاثه يعني. مثلا نحن عندنا هي ماكينه تاخذ، عندنا هون طبقتين، في حال مثلا عندك لوح صاج عم تشغل الماكينه ولوح ثاني، هذا بيكون تجهيز الى القصه اللي بعدها. السلام عليكم، نحن هلا بقسم كتابه ونقش على المعادن، طبعا كروم والحديد بشركه سوبر ليزر، راح نفرجيكم بس شلون نجرب شغله. رسمات حتى الأشكال اللي بدنا إياها، يعني مثلا هذا على هذا مثلا مو شرط يعبي الخط، كتاب خفيف هو بس كتاب خفيف التحديد، واضح؟ تمام. بدك هون توضح أكثر. حتى نحسن عدد المرات اللي بدنا إياها، مثلا 5 مرات متتالية. صوت انت درجة الغماءة تبعها؟ 4، نفس الرسمة برجع بيكررها نفسها 4 مرات 5 مرات حسب العدد اللي بدك إياه، عشان تكون الكتابة واضحة. احنا شفنا هنيك يعني الماكينة كان لها طاولتين، طاولة مثلا بتشغل الماكينة والطاولة الثانية تجهيز للماكينة، الماكينة هون عندنا هون ماكينة ثانية بتجي بطاولة واحدة يعني. ما بتكون هي قياس أصغر لأنه لوح الصاج نفسه بياخده متر ونص بثلاثة. بالضبط هيك. هدول هلا هاي نحن الجروبات اللي احنا بنقولها جروب، ان كان الاكسجين، ان كان عندنا قص اكسجين مثلا السمكات من بعد 2 ميلي 3 ميلي من قص اكسجين، طبعا هم حسب رغبه الزبون. قص الاكسجين بيعطي نظافه، ما بكون القطع لها حواف متشبعه اللي احنا بنقولها بالعاميه. وهذا الجروب هون، الجروب هذا احنا بنقول له هو غاز الازوت، كنا حكينا عنهم قبل شوي. تجنبا للضوضاء للضجيج يعني حاطين نحن كومبرسور الهواء في قسم منعزل عن المعمل جوا، هذا الكومبرسور
هون عندنا يا هذا خزان الهواء. هون عندنا كمان جراب جروبات الاكسجين والازوت. لكل ماكينه طبعا لها جروبات ما راح نقول خاصه فيها، بس بقى جروبات خاصه بالماكينه. الخطوره للعمل بهالماكينات هاي هو بس موضوع انبعاثات الغازات اللي بتطلع على مدى الاحتراق. الوقايه من هالقصص هاي نحن مثلا بنحط كمامات. نحن من ضمن المنشأة اللي عنا، نحن في عنا مثلا طعاجة أي التنايم مثل ما بقولوها كمان، تطعج الصاج بأشكال معينة طبعا بزوايا معينة كذلك الأمر بحسب التصاميم الموجودة. طبعا هون المكابس الحديد مكابس الحديد بضغط معين لأحجام معينة حسب سماكات الصاج. طبعا من بعد قص الليزر عندنا هون عملية التشكيل على مكابس الكسنتريك، مكابس حديد قص صاج أو تشكيل الصاج، مثلا طاج قص حسب الأشكال المطلوبة.